بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم مرة أخرى في الفيديو الثالث للمصفوفات. معكم الأستاذ خربوش مصطفى، أستاذ الرياضيات. بعد أن تطرقنا إلى عموميات على المصفوفات، من تعريف المصفوفة إلى حالات خاصة عن المصفوفة، كما تطرقنا أيضا إلى منقول المصفوفة والمصفوفة التناظرية. الآن ننتقل إلى شيء آخر، هو المصفوفة الضد التناظرية. المصفوفة الضد التناظرية، المصفوفة الفيديو الثاني للمصفوفات تطرقنا كما ذكرنا إلى المصفوفة التناظرية. أما الآن سنرى المصفوفة الضد التناظرية. لما نقول مصفوفة الضد التناظرية سأوضح ذلك من خلال أمثلة لشرح معمق. مثلا A يساوي 1 2 0 3 لا عفوا نظن 2 5 4 2 3 واحد خمسة خمسة ثلاثة صفر أربعة اثنين. وبالتالي المصفوفة A للتالية تتكون من 4 أسطر و4 أعمدة، حيث يوجد في القطر الرئيسي الأعداد التالية 1 5 3 1، حيث هذه نطلق عليها المصفوفة التناظرية. فإذا أردنا أن تصبح مصفوفة ضد تناظرية نضع ما يلي. لما نقول مصفوفة ضد تناظرية نعني بهذا أن ما يوجد بأعلى القطر الرئيسي يوجد ضده في أسفله. فمثلا إذا رأينا أن في الأعلى يوجد 2، في الأسفل يوجد -2. أما في الأعلى يوجد 0 0، 3 ناقص 3 ناقص 2 2 فقط في المثال، في ما يلي مركبة تالي 4 ناقص 4 وناقص 5 5. فلما نقول مصفوفة ضد التناظرية نعني بذلك أن ما يوجد بالأعلى يكون أو ما يوجد بالأسفل يكون ضده. يعني إذا انتقلنا إلى المصفوفة المنقولة A T، يكفي بتحويل الأسطر إلى أعمدة لكي نوضح بعض الخواص. 1 2 0 3، يعني السطر يصبح عمود، أما السطر الثاني فيصبح عمود. -2 5 4 -2، والسطر الثالث يصبح عمود ثاني. 0 -4 3 -5. أما السطر الرابع فيصبح عمود رابع. -3 2 5 1. فإذا لاحظنا أيضا في منقول المصفوفة نفس الشيء، فالقطر الرئيسي هو 1 5 3 1، أما في الأعلى يوجد -2، الأسفل يوجد 2 ضده 0 0، -4 مع 4 ضد، -3 ضدها توجد في الأسفل 3، 2 يوجد ضدها في الأسفل -2، 5 يوجد ضدها في الأسفل -5. وبالتالي لما نقول مصفوفة ضد التناظرية يعني ما بالأعلى إذا كان موجب فبالتالي في الأسفل يكون نفس العدد لكن بإشارة مختلفة، حيث نجد أيضا أن A يساوي أو عفوا أن المصفوفة المنقولة يساوي AT يساوي ناقص A، أي نفس العدد لكن بأعداد مختلفة. هذا فيما يخص المصفوفة الضد التناظرية. ننتقل إلى شيء آخر وهو أتى المصفوفة. أتى
مصفوفة. لتوضيح ذلك، أتى المصفوفة مربعة هو العدد الحقيقي تي اخ. لما نقول العدد الحقيقي تي اخ رمز الأثر تي اخ، يعني لفهم ذلك يكفي فقط أن نضع مصفوفة لنشرح العملية. 1 0 2 3 7 2 5 3 4. نعتبر المصفوفة المربعة التالية متكونة من 3 أسطر و3 أعمدة، وبالتالي تنتمي إلى الفضاء الشعاعي أم ثلاثة. نضع أم ثلاثة فقط لأن لها نفس الأسطر ونفس الأعمدة. وبالتالي لحساب الأثر، أثر المصفوفة المربعة التالية يكفي بجمع القطر الرئيسي، مركبات القطر الرئيسي، فتصبح لدينا الأثر 1 زائد 7 زائد 4. وبالتالي 1 زائد 4 تعطينا 8، و8 زائد 4 شحال؟ 12. نذكر بعض خواص الأثر، وقبل ذلك نكفي بإضافة مثال آخر. مصفوفة أخرى بي يساوي 5 4 3 2 1 7 6 4 2. فالقطر الرئيسي هو 5 2 2، وهي مصفوفة مربعة أيضا من ذات 3 أسطر و3 أعمدة. نكفي بذكر 3 لأن الأسطر والأعمدة متشابهة. ولحساب الأثر نجمع 5 زائد 2 زائد 2 فتصبح 9 الأثر. ننتقل إلى بعض خواص الأثر. خواص الأثر، إذا كانت أ و ب مصفوفتين مربعتين، أ و ب مصفوفتين مربعتين، لما نقول مصفوفتين مربعتين يعني لهما نفس الأسطر ونفس الأعمدة. أثر أ زائد ب يساوي أثر أ زائد أثر ب. لشرح ذلك نضع المثال التالي: أ يساوي 3 2 ناقص 1 ناقص 1، ب يساوي -4 0 1 1. إذا لاحظنا أن المصفوفتين التاليتين مربعتين الشكل، وبالتالي يجب حساب أ زائد ب. أ زائد ب نجمع 3 مع -4 تعطينا -1، ونجمع 2 مع 0 تعطينا 2، ونجمع -1 مع 1 تعطينا 0، ونجمع -1 مع 1 تعطينا 0. وبالتالي أ زائد ب يساوي -1 2 0 0. يكفي الآن بجمع أثر أ، وبالتالي يكفي بحساب أثر أ. أثر أ ماذا يساوي؟ أثر أ يساوي مجموع القطر الرئيسي. نجمع 3 زائد -1. أما أثر ب فيساوي مجموع القطر الرئيسي -4 زائد 1. وبالتالي أثر أ يساوي 2 زائد أثر ب يساوي -3. وبالتالي أثر أ زائد أثر ب يساوي -1. أما أثر أ زائد ب فيكفي، بما أن لدينا أثر لدينا أ زائد ب فيكمي فيكفي عفوا بجمع القطر الرئيسي، تتمثل في ما يلي: -1 زائد 0 -1 زائد 0 -1. وبالتالي القضية محققة. وبالتالي الخاصية التي
نوصل إليها أن آتر أ زائد ب يساوي آتر أ زائد آتر ب.